حياكم الله مجددا في أهلا. أحمد الشراري شاب سعودي أنهى معاناة زوجته مع مرض الفشل الكلوي بأن ضرب واحدا من أجمل أمثلة الوفاء وتبرع لها بكليته. أحمد ينضم إلي الآن عبر السكايب من المستشفى للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع. أحمد مساك الله بالخير، شكرا لقبولك دعوة البرنامج وألف الحمد لله على سلامتكم. أول بادية اللهم صل على سيدنا محمد والسلام. والله يحييكم والحمد لله، هذا فضل من الله وأنا ممتن لله عز وجل على تمام العملية بخير وسلامة والحمد لله. الحمد لله. من أي مستشفى تكلمنا الآن أحمد؟ من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث برج الملك عبد الله. العملية متى صارت؟ صارت يوم الخميس صباح. طيب طمنا عن صحة زوجتك، إن شاء الله أنها تكون بخير، واحكي لنا القصة. الحمد لله زوجتي بخير وبنعمة الحمد لله، بطلت الغسيل أبشرك، والحمد لله بأفضل حال من فضل الله عز وجل، اللهم لك الحمد. متى اللحظة اللي قررت فيها أنك تتبرع ومتى بدأت معها قضية الغسيل؟ والله هي كانت بداية عام 40، وكانت يعني لاحظت عليها ان احنا كنا بطريق مسافرين من قريه طبرجل، مدينه طبرجل الجوف، الى الجوف نفس سكاكه، وبعدين لاحظت في الطريق انها بدات اكرمكم الله تطرش وكذا، ورحت لاقرب مستشفى لما رجعت وبلغوني ان عندها ارتفاع في ضغط الدم وان عندها مشاكل في الكلى، وبعدين دخلوها العناية، وبعدها قالوا إن عندها كلية واحدة، اتضح إن عندها كلية واحدة سبحان الله، وبعدها قرروا قالوا هذه ما لها إلا الغسيل، بس أنا طلعتها على حساب نفسي، ما يعني ما قلت كلام، قلت أبغى أشوف مستشفى ثاني، هذا مستشفى. ورحت معليش أحمد، بس ممكن تشرح لي جزئية إنه عندها كلية واحدة؟ يعني هي يعني انتم اكتشفتوا مؤخرا ان عندها فقط كليه ولا ما تعرفوا من اول نهائيا؟ اي نعم، بلغوني المستشفى طبرج العام لديها كليه واحده، وثم قالوا فات فيها الفوت يعني وغير غسيل، وبعدها اخذتها على حساب نفسي من العنايه، ثم ذهبت فيها الى مدينه سكاكا وديتها مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي رحمه الله، ثم وديتها هناك وبشروني بالخير، قالوا إن شاء الله نعالجها وإن شاء الله أن هالكلية أنها ترجع لشغلها، وبشروني في الخير يعني. وبعد ما جلسنا أسبوع تقريبا رجعنا معنا علاجات، بس لما جلسنا فترة سبحان الله رجعت على حالتها، وبعدها فترة وديناها الرياض واتضح أنها لازم تغسل، ثم حولوها المستشفى الملك سلمان بالرياض، ثم بدأوا الغسيل والقسطرة هناك، ومن ثم قلت أريد التبرع، يوم قالوا خلاص ما في إلا الغسيل، قالوا التبرع يبغى له وقت وفترة، هذه يعني قبل جائحة كورونا الذي لا تخفى على أحد طبعا. وبعدها يعني أخذنا تحويل وكمنا الراجع بالتخصصي ومن فضل الله وشكره، وجائحة كورونا يعني عقدتنا شوي وأخرتنا شوي، والحمد لله من فضله رغم الصعوبات ورغم كل شيء من فضل الله وحمده تجاوزنا كل هذا والحمد لله، وراجعنا بالرياض، وآخر موعد اللي كانت المقررة قبل أسبوعين بس أجلوها، كان فيه التهاب بسيط بس عالجوه الحمد لله، الله يعطيهم العافية، وأنا أشكر الطاقم الطبي كامل على حسن تعاملهم وعلى تعاملهم كامل، الله يعطيهم العافية، وإنهم أجروا العملية حددوها يوم الخميس اللي راح هذا، والحمد لله تكللت بالنجاح ولله الحمد، وهذا من فضل ربي والحمد لله على كل حال. وش آراء الأطباء بعد العملية؟ وش قالوا لك من يوم الخميس إلى الآن؟ والله الحمد لله أمورنا مستقرة، وانا خلاص سجلوني خروج ماي يعني ان شاء الله يومين ونطلع للسكن اللي راح يكون
سكن الملك فيصل لمدة 3 شهور مراجعات ومع العلاجات، وبإذن الله تستقر حالتها وبإذن الله أمورها طيبة بإذن بإذن الله الله. سجلوا لها خروج، بس الآن أنت مرافق معها في المستشفى وتحدثنا من المستشفى. إيه نعم، أنا عندي خروج من أمس بس طلبت المرافقة معها وأجلس معها. طيب هي كيف صحتها الآن؟ يعني هي مستيقظة، تجاوزت ظروف العملية الأولى بنجاح إن شاء الله؟ وش التفاصيل حول صحتها، حول حالتها؟ الحمد لله من فضل الله وشكره 100%، وأبشرك بخير وصحة وتسولف وتقوم والحمد لله، وتغيرت 100 درجة يعني عن أول، عن هي في الغسيل كانت معاناة الغسيل وكانت تعاني بشدة يعني. الله يشفي، أسأل الله أنه يشفي المرضى آمين يا اللي رب. على الغسيل، حيث أنهم في معاناة لا يعلم فيها إلا الله عز وجل، وأسأل الله لهم الشفاء العاجل والحمد لله من فضل ربي ومن امتنانه. وأشكر أولا خادم الحرمين الشريفين سيدي الملك سلمان وولي عهده آمين، وأشكر حكومتنا الرشيدة على ما تقوم به وعلى ما تكفلت به من جميع شيء، وأنهم نعم مسؤولينها فوجيها المواطنين، أسأل الله لهم التوفيق والسداد في خطاهم وأن الله يوفقهم بالدنيا وبالآخرة. آمين. أحمد، أول حوار صار بينك وبين زوجتك بعد العملية، إيش كان ردة فعلها، انطباعها، مشاعرها؟ والله كانت الحمد لله يعني حامدة ربها ممتنة لزوجها، والحمد لله أمورها طيبة، وأنا هذه أمنيتي صراحة، والحمد لله ربي حققها لي، والحمد لله حقق أمنياتها عشان ولدنا الله يحفظه، وإن الله يرزقها بعد بإخوان له، وتستقر حياتها وتكمل حياتها طبيعية، والحمد لله هذه خير وهذا عمل خير. وأنا يعني أنصح كل آدمي عنده مريض ولا سواء قريب ولا بعيد إنه يتبرع، وانها ما فيها اي خلل. هذا انا الحمد لله لي 4 ايام والله من ثاني يوم زي الغزال الحمد لله ما 100 شاء بالمئة. الله، الله يمدك بالصحة والعافية يا رب. أحمد، المجتمع المحيط فيك، أتحدث عن مجتمع العائلة، وش كان ردة فعلهم لما قررت التبرع؟ كيف الحوار اللي دار معهم؟ والله ما احسن حوار، والحمد لله كلهم يتفاءلون بالخير وكلهم ممتنين بالخير، وهم باركوا لنا، وأنا أشكرهم على من جميع تواصل معي ومن جميع من زارني، والذي لم تسمح له الفرصة لتزورني لظروف جائحة كورونا ولا يخفى على الشيء هذا على أحد. والحمد لله كلهم فرحانين، وأكبر فرحة وأكبر نعمة من فضل الله ربي لك الحمد الحمد لله. أحمد، لو لك رسالة تبغى تقولها لزوجتك اليوم على الهواء وأمام الناس، وش الرسالة اللي تحب توجهها لها؟ أحب أقول لها أنها عزيزة وغالية علي، وأنها إن شاء الله أن الله يديمها طول العمر عايشة ما تشوف أي مكروه، وأن الله يعينها على علاجها، وأن الله يوفقها، وأن حياتنا تكون مستقرة، وأنا ممتن لربي رب العالمين ثم لحكومتنا ثم للطاقم الطبي، جزاهم الله خير ما قصروا، والحمد لله على كل حال. أحمد، أنت واحد من نماذج الوفاء الكبيرة، يعني شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه القيمة العاطفية الإنسانية الكبيرة اللي تصدرها اليوم للمجتمع، شكرا لك أحمد. أنا لا أشكر على هذا، هذه زوجتي وهذه أقرب الناس إلي، وهذه هي عشيرتي التي أنا أعلم ظروفها وأنا أرى معاناتها أمام عيني ولا أتحمل. أنا أرى والله الحمد لله لولا يعني كورونا الحمد لله على كل حال كان من زمان يعني إن شاء الله خلصت هسه، لكن الحمد لله الحمد هذه لله. قدر وهذه قسمة، ورغم الصعوبات ورغم الظروف ورغم كل شيء إلا حنا تجاوزنا هالشيء هذا
بخير وسلامة، وأن الله وفقنا وأن الله من علينا ومن عليها بالخير وبالسلامة، وأن الله وفقنا واستقر حياتنا، وبإذن الله أنفالنا أنها التوفيق والنجاح والحمد لله. يا رب شكرا جزيلا لك أحمد. بالله في أجمل من هذا الرد؟ يعني رد مليان بالشهامة وبالجمال وبالوفاء وبالنبل. شكرا أحمد الشراري، ألف الحمد لله على سلامتك، ألف الحمد لله على سلامة زوجتك. قبل ما أطلع الفاصل، في خاطرك شيء ودك تقوله قبل ما ودعك؟ والله في عندي نقطة بس أحب أقولها، أنا رجالا هذه زوجتي، وأنا ما أبغى لا شكر ولا لا يمين ولا يسار من فضل الله الحمد لله، لكن أنا كنا جايين بسيارة من الشمال لأن ما كان عندنا رحلة طيران، لكن يوم جينا وكنا عند الشقة تفاجأت إن حنا الصباح ما حصلت سيارتي موجودة، وأغراضنا كان فيه وكان فيه أغراضنا الشخصية وملابسنا وكان أغراض العملية يعني اللي حنا جايين عشانه. أي. وأنا أطلب يعني من الله ثم من المسؤولين ومن قناتكم أنكم ترفعون صوتي للمسؤولين بأن وشو سرقت السيارة؟ تنهى معاملتي مع البنك العربي بس، ولا أريد غير بس، وجزاكم الله خير. المعاملة لها علاقة بأقساط السيارة أحمد صحيح؟ إيه نعم، أقساط سيارة، ولا أني كنت بظروف ولا سمحت لي الفرصة أني أقدر أسدد وأخذوها مني، والحمد لله أنا ما أبغاها ولا أبغى شيء، أنا أبغى إن الله بس يفكني منها هالقيمة الموجودة عليها، وجزاكم الله خير. وأطلب من الله من ولاة أمورنا إن الله يفكني منها وأنا بخير وبنعمة وممتن، بس إني أطلب من الله أنه يفكني القضية والحمد لله. شكرا جزيلا لك أحمد، وشكرا لما قدمته. هذا واحد من أمثلة الوفاء الجميلة جدا. ألف الحمد لله على سلامة أحمد وزوجته. يمكن ما هو المثال الأول في السعودية، ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر، والحمد لله أنه مثل هذه القيم الإنسانية تصدر دائما وأبدا في مجتمعنا. بعد هذا الفاصل ألقاكم.